شكرا لكم، نحن متشوقون للعب، نعرف أهمية هذه المنافسة، نحن على أتم الاستعداد من أجل تقديم مستوى جيد. مر وقت طويل على عدم مشاركتنا في هذه المنافسة، هدفنا هو اللعب بقوة ونستهدف النهائي. حضرنا جيدا لهذه الدورة، لعبنا مباراتين وديتين صححنا من خلالهما الأخطاء لنكون في الموعد في شان الجزائر. كما قلت لكم، نريد اللعب وتقديم مستويات كبيرة، لدينا الإمكانيات اللازمة من أجل الذهاب بعيدا. المجموعة صعبة جدا علينا، لكن واعون بحجم المسؤولية. And the teamwork is there for us to get to the next stage, and we are going to do it.